تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات اليوم في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حفل أطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية السياحية وذلك بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في المملكة. وبهذه المناسبة أعرب سموه عن سروره بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية السياحية معربا عن الشكر والتقدير لوزراء الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ولكل القائمين على إعداد هذه المجموعة من الأنظمة الإلكترونية السياحية. سموه أكد أن هذه الخدمات ستكون إضافة نوعية في عملية التطور المستمر لصناعة السياحة وتأتي استكمالا لمنظومة القطاع السياحي وتنميته تحقيقا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. وأكد أنه باعتبارها واحدة من مقومات نجاح القطاع السياحي وتحقيق التنافسية والتميز في السوق السياحية العالمية من خلال تعزيزها لسياسات تخفيض التكلفة واختصار الوقت وتحفيز السائح والإسهام في عملية ترويج الخدمات السياحية والفندقية وذلك في ظل ما حققته مملكة البحرين من إنجازات مشهودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبوئها لمراتب متقدمة عربيا ودوليا لما تمتلكه من خبرات وتجارب بنى تحتية لازمة لهذا القطاع. وقال سموه أنه على الرغم من هذه الإنجازات فإن الاستمرار في تطوير خدماتنا الإلكترونية لم يعد خيارا بل ضرورة وحتمية في ضوء ما يشهده العالم من تطور متسارع ودائم في وسائل التكنولوجية وسرعة تبادل المعلومات وتداخل هذا القطاع مع مختلف القطاعات الاقتصادية حيث أن ما شاهدناه اليوم يؤكد السير في الاتجاه الصحيح الهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في كافة القطاعات اعتمادا على الأساليب العالمية الحديثة متمنيا لكل القائمين على القطاع السياحي التوفيق والنجاح. وقد عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة عن شكره وتقديره لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والقائمين الذين شاركوا في تقديم العروض مؤكدا سموه أن نظام الربط الإلكتروني سيسهم في الارتقاء بقطاع السياحة في مملكة البحرين. وفي بداية الحفل ألقى سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كلمة ترحيبية شكر خلالها سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على قيام سموه بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية السياحية مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الهيئة المستمرة للتحديث الشامل لمنظوماتها الإلكترونية مشيرا إلى أن إطلاق هذه الخدمات يؤكد التزام الوزارة بما فيها هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمواكبة العصر والتحول إلى نظام إلكتروني فيما يتعلق بالخدمات التي تنفذ لزوار المملكة. وقد تم تقديم عرض عن كل خدمة عن الخدمات الإلكترونية السياحية التي تم إطلاقها حيث قدم الشيخ خالد بن حمود الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عرضا حول نظام الربط الإلكتروني للإحصاءات السياحية مع المنشآت الفندقية والذي يربط هيئة البحرين للسياحة والمعارض بجميع المنشآت الفندقية لقراءة جميع المؤشرات والإحصائيات السياحية بشكل لحظي دقيق ومستمر. كما تم تقديم عرض حول تطبيق دليل السائح للهواتف الذكية الذي يحتوي على جميع المقاصد السياحية والفنادق والمطاعم وكل ما يحتاجه الزائر أثناء تجوله في مملكة البحرين وآخر حول رزنامة الفعاليات وهي خدمة تمكن الزوار والمواطنين من الاطلاع على جميع الفعاليات المتوفرة حسب توقيتاتها وتصنيفاتها وأنواعها وبشكل إلكتروني إضافة إلى الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على جميع المقاصد السياحية للزائر والفعاليات السياحية وخدمات المستثمرين في مجال السياحة. وقد قام سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بالضغط على زر انطلاق الخدمات إذانا ببدء العمل بالخدمة الإلكترونية السياحية في مملكة البحرين.